أنا اسمي مصطفى الجندي، مدير إدارة التسويق والمبيعات بمنتجع ميلينيوم المصنعة بعمان. كان لنا الشرف باستضافة المشاركين بهالفعالية، وفرنا لهم الإقامة مع كامل الوجبات، وهذه مش أول مرة نحن بنستضيفهم، هذه ثاني سنة، وإن شاء الله متأملين إنه السنوات القادمة يكونوا موجودين معنا. هيك فعالية لها كتير أهمية ولها كتير دور بتثبيت موقع سلطنة عمان كدولة على خارطة السياحية العالمية، من حيث تسليط الضوء على الأماكن السياحية وجمالية الأماكن السياحية اللي موجودة بعمان بهالمنطقة، وهيك فعاليات بتسلط الضوء عليها وبتركز وبتجذب السائح لأنهم يجوا لهالمنطقة. نحن دائما بندعم أي شيء أو أي فعالية ممكن تساهم بتثبيت مركز عمان على الخارطة السياحية العالمية، فما كان عندنا أبدا أي تردد إنه نحن نشارك بهالفعالية، وما في عندنا أي تردد نشارك بفعاليات تانية لإظهار جمالية سلطنة عمان ولدعم السياحة لهالبلد الحلو.